يلا بينا يا جماعة ندخل في أول حاجة هنراجع فيها النهاردة في السامري ده، وهي يونت 4 اللي كانت كلها على بعضها كده بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الإيكويشن أوف الستريت لاين. طب ركز بقى كده معايا، لو طلب منك إن أنت إن هو إيه اللي أنا بقوله ده؟ لو طلب منك إن أنت تعمل له فورمينج للإيكويشن بتاعت الستريت لاين، فأنت مطالب منك إن أنت يبقى معاك حاجتين اتنين. اول حاجه لازم يبقى معاك بوينت، تاني حاجه لازم يبقى معاك سلوب. يبقى انت عشان تعمل اي ايكويشن اوف ستريت لاين، ما احنا عارفين ان احنا عندنا فورمز للايكويشن اوف الستريت لاين اهم، فانت علشان تقدر تكون ايكويشن اوف ستريت لاين لازم يبقى معاك حاجتين، بوينت وسلوب. بوينت موجود على الستريت لاين والسلوب بتاع الستريت لاين. في مشاكل الكلام ده انا همشي معاك واحده واحده كده، ايه في الايه في الليله البيضاء اللي انا عاملها دي. تمام تمام. يبقى علشان اكون اي ايكويشن اوف ستريت لاين لازم يبقى معايا بوينت ولازم يبقى معايا سلوب. جميل، تعالى راجع لك احنا كنا بنجيب السلوب ازاي على حسب المعلوميه او الجيفن اللي موجوده عندك في المساله. يعني انت لو معاك 2 بوينتس على الستريت لاين، يعني عندك ستريت لاين بيمر بنقطتين، السلوب بيساوي ايه؟ كنت بقول لك فرق ويات على فرق اكسات. فرق ويات على فرق ايه؟ اكسات. y2 minus y1 over x2 minus x1، او x1 sorry y1 minus y2 over x1 minus ايه؟ x2. النقطة اللي بدأت فيها فوق هتكمل بيها تحت. طب لو معاك الانجل اللي بيعملها الستريت لاين مع positive direction في الاكس اكسس، اجيب الاسلوب ازاي يا ابني؟ الاسلوب عبارة عن tan الثيتا. tan الايه؟ tan الثيتا. طب لو معاك الجنرال فورم اوف الايكويشن اوف الستريت لاين، بجيب الاسلوب هنا ازاي؟ ده انا دلوقتي بعلمك ازاي تجيب السلوبس. لو معاك بقى الجنرال فورم بتاعت الايكويشن اوف الستريت لاين، كنت بقول لك نيجاتيف كوفيشنت اوف الاكس على الكوفيشنت اوف الواي، يعني نيجاتيف اي اوفر البي. طب لو معاك الايكويشن اوف الستريت لاين بمعلوميه السلوب والانترسبتد بارت اوف الواي اكسس، الجزء المقطوع من الاكس اكسس اللي بيقطع فيه الستريت لاين الواي اكسس، بيبقى الاسلوب عباره عن ايه؟ قال لك الاسلوب بيبقى عباره عن الرقم اللي جنب الاكس، فالاسلوب هنا هيساوي ايه. كده احنا اتعلمنا ازاي او افتكرنا ازاي نجيب السلوبس بمختلف الايه الجيفنز اللي موجوده هنا. طيب عايزين نرجع برده على شويه النوتس دي. بيقول لك ان السلوب اوف الاكس اكسس بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي زيرو. بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. السلوب بتاع الواي اكسس بيساوي ايه؟ قال لك 1 اوفر الزيرو. التو لو عندك تو ستريت لاينز والتو ستريت لاينز دول بارالل متوازيين، بستفاد ايه؟ بستفاد ان هما الاثنين نفس الميل. يعني السلوب بتاع الستريت لاين الاولاني بيساوي السلوب بتاع الستريت لاين الايه؟ الثاني. طب لو عندك التو ستريت لاينز بيربنديكولار على بعض، بتستنتج ايه؟ بتستنتج ان البرودكت بتاع التو سلوبس بتوع التو ستريت لاينز بيساوي نيجاتيف 1. حتى كنت بقول لك لو معاك سلوب بتاع الستريت لاين الاولاني وليكن مثلا ب 2، وقال لك ان الستريت لاين ده للسلوب بتاعه ب 2 بيربنديكولار على ستريت لاين تاني، هات السلوب بتاع الستريت لاين التاني. كنت بقول لك ايه؟ شقلب وغير الاشاره. يعني ايه شقلب؟ يعني دي اكنها اوفر ال 1 فهتبقى 1 اوفر 2، غير الاشاره دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، يبقى ده كده التو سلوبس بتوعك. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طبعا لازم نبقى عارفين ان الايكويشن اوف الاكس اكسس از ان الواي ايكوال لزيرو، دي كده الايكويشن بتاعت الاكس اكسس. طب الايكويشن بتاعت الواي اكسس از ايه؟ الاكس ايكوال للزيرو. تمام كده يا جماعه؟ يبقى انت لازم في الجزء هنا تبقى عارف ازاي بتجيب السلوبس. عندك الكام نوت دول؟ يعني انت مثلا لو عندك ستريت لاين بارالل للاكس اكسس، يبقى السلوب بتاع الستريت لاين ده ماله؟ بيساوي كام؟ بيساوي الزيرو، عشان السلوب بتاع الاكس اكسس بزيرو. طبعا عندي ده بقى بارالل للاكس اكسس، يبقى برضه هيبقى بكام؟ بزيرو. ما لازم تبقى عرفت الكلام ده كله. والاهم من كل ده علشان تقدر تعمل فورمنج لاي ايكويشن اوف ستريت لاين، لازم يبقى معاك حاجتين، معاك بوينت ومعاك ايه؟ ومعاك سلوب. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش أي مشكلة. طيب تعالى نتكلم على الفورمز أو الصور اللي أقدر أكتب بيها الإيكويشن أوف الستريت لاين. جورا هيقول لي إن أول فورم عندي اسمها فيكتور فورم. طيب إحنا عارفين إن الفيكتور فورم دي الإسطمبة بتاعتها أو الفورم بتاعتها عبارة عن إن الـ R فيكتور بتساوي X1
واي 1 الجو حر قوي يا جماعه بلس الكي مضروبه في الاي والبي. ايه اللي انا كاتبه ده؟ تعال انا اقول لك. اول حاجه الاكس 1 واي 1 دي بوينت موجوده على الستريت لاين. ايه الاي والبي دي؟ قال لك ده حاجه اسمها دايركشن فيكتور. دايركشن ايه؟ دايركشن فيكتور. بص كده معايا الدايركشن فيكتور ده كنت بجيبه من الايه؟ كنت بجيبه من السلوب. بس هي رايحه جايه يعني يعني انا لو معايا دايركشن فيكتور اقدر اجيب من الدايركشن فيكتور السلوب. طب لو معايا سلوب اقدر اجيب الدايركشن ايه؟ الدايركشن فيكتور. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب يبقى كده الفورم بتاعت الفيكتور فورم عباره عن بوينت مضروب بلس الكي. الكي ده كونستنت، ده ثابت كونستنت مضروب في الدايركشن ايه؟ في الدايركشن فيكتور. قلت لك الدايركشن فيكتور ده اقدر اجيبه من الايه؟ من السلوب. جميل جدا. طب تعالى ندخل في الايه؟ في البارامتريك. كنت بقول لك ان البارامتريك دي بجيبها من الايه؟ بجيبها من الفيكتور فورم. كنت بقول لك ان البارامتريك بتكتب لي اكس ايكوال وبتكتب لي واي ايكوال. طب اكس ايكوال ايه والواي بتساوي ايه؟ الار فيكتور دي انا ممكن اكتبها اكس وواي بالمنظر ده. طب انت عندك من هنا الاكس بتساوي الاكس 1 بلس الكي مضروبه في الاكس، صح؟ ما هو الاكس من هنا هتساوي كل الاكسات من الناحيه الثانيه، فانت عندك الاكس هتساوي الاكس 1 بلس الكي مضروبه في الايه؟ في الاكس اللي هي ايه؟ وعندك الواي هتساوي الواي 1 بلس الكي مضروبه في الايه؟ في البي. في مشاكل الكلام ده؟ اهو عندك الواي هتساوي الواي 1 بلس الكي مضروبه في الايه؟ مضروبه في البي. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب الكارتيزيان فورم. الكارتيزيان فورم كنت بقول لك ان الفورم دي بتكتبها ازاي؟ كنت بتكتب واي من دماغك ماينس اوفر اكس من دماغك وتساوي الكلام ده بالايه؟ بالسلوب. تساوي الكلام ده بالايه؟ بالسلوب. طب كنت بتعمل واي ماينس ايه؟ واي ماينس واي 1 اكس ماينس اكس 1. طب هو ايه؟ معلش بقى هنا، هو ايه الاكس 1 واي 1 دي؟ دي بوينت موجوده على الستريت لاين. بوينت موجوده على الايه؟ على الستريت لاين. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب الجنرال فورم، قلت لك ان انا عشان اجيب الجنرال فورم اوف الايكويشن اوف الستريت لاين كنت بجيبها من الايه؟ بجيبها من الكارتيزيان. بجيبها من الايه؟ من الكارتيزيان. في الجنرال فورم مجرد ان انا بعمل كروس ملتيبليكيشن في الكارتيزيان. بعمل ايه؟ كروس ملتيبليكيشن. طب بعد ما اعمل كروس ملتيبليكيشن هتدخل كل حاجه في الليفت هاند سايد وتخلي الرايت هاند سايد بايه؟ بزيرو. فهتبقى الفورم بالمنظر ده اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال للايه؟ ايكوال للزيرو. فدي الفورم بتاعتها. تمام يا جماعه؟ يبقى انت لو بصيت كده في كل اللي قدامك ده، كل فورم من الاربعه فورمز دول علشان تكونهم بتبقى محتاج حاجتين. ايه هما؟ بوينت وسلوب. يبقى من اول ما تيجي ايكويشن يبقى انت بتدور على حاجتين، بوينت وسلوب. بمختلف بقى انت هتجيب السلوب ازاي؟ هتجيب البوينت ازاي؟ بس لازم يبقى معاك الاثنين دول. هنا بيبقى عندك بوينت بلس كونستنت مضروب في الايه؟ في الدايركشن فيكتور اللي انا بجيبه من السلوب. البارامتريك بجيبها من الفيكتور، يعني انا برضو محتاج بوينت وايه؟ وسلوب. وات ايفر بقى انا السلوب هنا استخدمته كدايركشن ايه؟ فيكتور. هنا في الكارتيزيان ببقى محتاج بوينت وسلوب. طب جنرال ده انا بجيبها من الكارتيزيان ان انا بعمل كروس ملتيبليكيشن واجيب كله في الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد بيبقى بايه؟ بزيرو. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب عندي كام نوت كده عايز اقولهم فوق. بيقول لك الايكويشن اوف الستريت لاين جيفنج الانترسبتد بارت اوف الاكس والواي اكسس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص كده معايا، لو انت عندك ده كده الواي اكسس وعندك ده كده الاكس اكسس وعندك رسمت لك ستريت لاين بالمنظر ده، الستريت لاين ده قطع الاكس اكسس في النقطه دي وقطع الواي اكسس في النقطه دي، وليكن النقطه دي اسمها ايه والنقطه دي اسمها ايه؟ اسمها بي. فبيقول لك ان انت تقدر تعمل فورمنج للايكويشن اوف الستريت لاين بمعلوميه الانترسبتد بارت بتاعت الاكس اكسس والواي اكسس. طب بعملها ازاي؟
قال لك بمنتهى البساطة بتكتب له X over plus Y over وتساوي الكلام ده بكام يا ابني؟ بالوان. طب بتحط ايه تحت الX؟ قال لك الانترسبتد بارت اوف الX اكسس اللي هو كام هنا؟ E. هتحط ايه تحت الY؟ الانترسبتد بارت بتاع الY اكسس اللي هو B. كده انا كونت له الايكويشن اوف الستريت لاين بمعلومية دي سبيشال سبيشال كيسز، بمعلومية الانترسبتد بارت اوف الإكس اكسس. جميل. الإكس والY طبعا. النوت الثانية بيقول لك الايكويشن اوف الستريت لاين جيفن السلوب والانترسبتد بارت اوف الY اكسس اللي هي الفورم دي، ان انت تقدر تقول له بمنتهى البساطة ان الY بتساوي ايه؟ بتساوي M X بلس سي. يعني مثلا لو قال لك ان السلوب اوف الستريت لاين ب2 والانترسبتد بارت اوف الواي اكسس ب4، تقدر تكون له الايكويشن بتاعت الستريت لاين ده؟ اه طبعا. طب ازاي؟ هقول له ان الواي بتساوي 2 اكس بلس 4. طب دي لو كانت نيجاتيف، الانترسبتد بارت اوف الواي اكسس بنيجاتيف، يبقى هتحط هنا نيجاتيف. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. يبقى تو سام اب بقى الكلام ده كله. طب بص انا هنا في الفيكتور قلت لك ان انا اقدر اجيب الاسلوب من الدايركشن ايه؟ من الدايركشن فيكتور. طب الاسلوب هيساوي ايه؟ هيساوي بي على الايه. طيب من البارامتريك تقدر تجيب لي الاسلوب؟ اه طبعا. هتيجي في الايكويشن بتاعت الواي تاخد الرقم اللي جنب الكي اللي هو بي اوفر، تيجي في الايكويشن بتاعت الاكس الرقم اللي جنب الكي اللي هو كام؟ ايه. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. علشان تكون الجنرال فورم اوف الايكويشن اوف الستريت لاين لازم تجيبها من الايه؟ من الكارتيزيان فورم. تمام. طب بص بالمره، لو انا معايا الفيكتور فورم، معايا الايه؟ فيكتور فورم، اقدر اجيب الجنرال فورم؟ حسن نفس السؤال. انا علشان اكون اي ايكويشن اوف ستريت لاين بيبقى محتاج بوينت وسلوب. طب ما انا هنا معايا بوينت ومعايا سلوب، يبقى اقدر اجيب الجنرال فورم ولا لا؟ اه طبعا. طب هعمل ايه؟ انا علشان اجيب الجنرال فورم بجيبها من الكارتيزي، يعني بعمل واي ماينس اكس ماينس وساوي الكلام ده بالسلوب. طب ما انا معايا السلوب من هنا بي على الاي، يبقى اشيل السلوب واحط بي على الاي لو هنا عندي ارقام. طب هعمل واي ماينس ايه؟ ماينس واي 1 بتاعت البوينت. طب اكس ماينس ايه؟ اكس 1 بتاعت البوينت. في مشاكل يا جماعه؟ تقدر تتحرك هنا، خليك فليكسبل، افهم ما تحفظ. تمام. اظن كده احنا هنا قلنا كل الحاجات اللي احنا عايزين نقولها. ندخل في اللي بعد كده. كان عندي موضوعين. اول موضوع بيتكلم ان انا لو عندي تو ستريت لاينز وعايز اجيب الميجر في الاكيوت انجل بين التو ستريت لاينز دول، كنت بعمل ايه؟ مبدئيا لازم تجيب لي السلوبس بتاعت التو ستريت لاينز، يعني لازم اجيب الام 1 السلوب بتاع الستريت لاين الاولاني، ولازم اجيب الام 2 السلوب بتاع الستريت لاين الايه؟ الثاني. طب بعد كده بعمل ايه؟ بعوض في القانون. طب القانون ده بيقول لي ايه؟ اللي بيجيب لي الميجر اوف الاكيوت انجل اللي ما بين التو ستريت لاينز، كنت بقول لك ان تان السيتا بتساوي الابسوليوت فاليو بتاعت السلوب الاولاني ماينس السلوب الثاني على 1 بلس السلوب الاولاني في السلوب الثاني. في مشاكل الكلام ده؟ ولازم طبعا تاني سيتا هتطلع بالبوزيتيف عشان انا عندي باخد الابسوليوت فاليو بتاعت القيمه دي. الرقم اللي يدخل من هنا اروح اعمل له ايه؟ شيفت تان. شيفت ايه؟ شيفت تان الكلام ده. حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشكله. طيب انا علشان اجيب السلوبس، طبعا احنا عرفنا انا اقدر اجيب السلوب من نقطتين فرق وايات على فرق اكسات. الانجل اللي بيعملها الستريت لاين مع البوزيتيف دايركشن اوف الاكس اكسس تاني السيتا، الكلام ده نيجاتيف كوفيشنت اوف الاكس على الكوفيشنت اوف الواي، هنا الرقم اللي لازق جنب الاكس من الفيكتور فورم الدايركشن فيكتور بجيب منه السلوب، ما ممكن يدي لك الستريت لاين الجيفن الفيكتور فورم، فهتقول لي بي على الاي، البارامتريك بي على اي، الرقم اللي جنب الكي في الواي اوفر الرقم اللي جنب الكي في الاي في الاكس. جميل؟ جميل. طيب هنا لو انا معايا نقطه ومعايا ستريت لاين وعايز اجيب المسافه البربنديكولار اللي ما بينهم، كنت بعمل ايه؟ قلت لك لازم يبقى معاك حاجتين، زي ما هنا لازم يبقى معاك التو سلوبس دول
عشان تعوض في القانون هنا برضو لازم يبقى معاك حاجتين اتنين. طب ايه هما الحاجتين الاتنين دول؟ قال لك ان انت لازم يبقى معاك الكوردينيتس بتاعت النقطه اللي انت بتحسب من عندها المسافه البربنديكولار للستريت لاين، ولازم يبقى معاك الجنرال فورم بتاعت الايكويشن اوف الستريت لاين. وانا قاصد ان انا اقول جنرال، لازم تبقى جنرال، يعني لو مش جنرال توصلها للجنرال، يعني لو فيكتور هتقدر تحولها للجنرال. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب لو معايا الاثنين دول بعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه اللينث اوف البربنديكولار بيساوي بتشد خط الابسوليوت فاليو. بص بقى، بتاخد ده زي ما هو تكتبه هنا بس بتشيل الاكس والواي، يبقى ادي ايه بلس البي بلس السي، وتقفل الايه الكلام ده، الكلام ده اوفر ايه باور 2 اللي هو الكوفيشنت بتاع الاكس بلس البي باور 2 اللي هو الكوفيشنت بتاع الواي. طب بضرب ايه في الايه؟ قلت لك ان انت بتشيل الاكس وتحط مكانها الاكس 1، الكوردينيتس بتاعت الاكس بتاعت النقطه، يبقى بحط هنا ايه اكس 1. طب جنب البي بشيل الواي واحط واي 1. في مشاكل؟ تعوض كده، انت جبت اللينث اوف البربنديكولار. هنا لو بيغلس هيغلس في ايه؟ ان هو ما يدكش التو جيفنز دول، او يديك واحده والتانيه لا. طيب لو مش مديلك الجنرال فورم بتاعت الايكويشن هيعمل لك ايه؟ ممكن يديلك 2 بوينتس، يديلك 2 بوينتس بيمروا بالستريت لاين ده. طب هقدر اجيب الجنرال فورم ولا لا؟ اه طبعا، ما انا من 2 بوينتس اقدر اجيب سلوب، وكده كده انا معايا 2 بوينتس هستخدم بوينت، فانا هيبقى معايا بوينت وسلوب، فهقدر اكون الجنرال فورم بتاعت الايكويشن في الستريت لاين. فاهمين اللي انا بقوله؟ جميل. ما هو مش انا قلت لك عشان تكون ايه اي ايكويشن لازم يبقى معاك حاجتين، بوينت وسلوب. انا بقول لك ان الجيفن هنا انجاز، الجيفن هنا ان الستريت لاين ده بيمر بنقطتين، فانت معاك سلوب فرق وايات على فرق اكسات ومعاك بوينت. طب لو مديلك الفيكتور 4 معايا بوينت ومعايا سلوب، ما انا السلوب بجيبه من الدايركشن ايه؟ من الدايركشن فيكتور. طيب لو مديلك مثلا تو ستريت لاينز بالمنظر ده بارلل لبعض، وراح جاي راح قايل لك هات المسافه البربنديكولار اللي ما بينهم، هعمل ايه؟ مثلا مديلك هنا ان الايكويشن هنا عباره عن 4 اكس بلس 3 واي ناقص 5 بتساوي الزيرو، وعندك هنا مثلا 2 اكس بلس 3 واي بلس 7 بتساوي الزيرو. فانا قلت لك علشان تقدر تجيب المسافه البربنديكولار ما بين الاثنين دول محتاج ان انا يبقى معايا الجنرال فورم بتاعت الايكويشن بتاعت اي ستريت لاين منهم وبوينت. طب انا معايا بدل الايكويشن تو ايكويشنز بس معيش بوينت، فهنا كنت بقول لك ايه؟ افرض نقطه، بس افرضها مش بغباء يا ابني. هتفرضها ازاي؟ مثلا انا هفترض النقطه دي، هفترض ان النقطه دي بتاعتها الاكس بزيرو، او افترضها باي حاجه، افترضها بايه؟ باي حاجه، بس احسب الواي بتاعتها بكام؟ بس احسب الواي بتاعتها ايه؟ بكام؟ هنا لو حطيت الاكس بزيرو هتبقى 3 واي ناقص الخمسه بتساوي الزيرو، ده هيروح الناحيه الثانيه وجيب التايمز بالديفايد، يبقى الواي عندك بخمسه على الثلاثه، فبمنتهى البساطه هتبقى الواي بخمسه على الثلاثه. لكن ما ينفعش ان انت تفترض نقطه تقول لي واحد واثنين، لا انت بتفترض الاكس كوردينيتس او الواي كوردينيتس وتستنتج الثانيه، او مش تستنتج، تحسب الثانيه. ومش شرط تحط زيرو، بس الزيرو ده اسهل حاجه عشان تشيل الترم بتاع الايه؟ بتاع الاكس، اسهل في الحسابات. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب بص كده معايا، لو جه مثلا في الامتحان وراح جاي وراح قايل لك بروف ذات، بروف ذات ان البوينت x1 y1 lies on الستريت لاين ax plus by plus c equal to 0. طبعا انا كاتب لك ده طبعا مش سؤال، هو المفروض ان هو هيدي لك دي نقطه، اديها لك يعني نقطه مثلا 1 و 2 او كده كوردينيتس، وهيدي لك الايكويشن بتاعت الستريت لاين. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اثبت ان النقطه دي موجوده على الستريت لاين، فانت هتضرب لخمه. ما انت غبي بقى، هتعمل ايه؟ على فكره انت لو حسبت اللينث اوف البربنديكولار من النقطه دي للستريت لاين ده ولقيته ان هو بيساوي الصفر، يبقى النقطه دي موجوده على الستريت لاين. بص كده بيقول لك اثبت ان النقطه دي x1 y1 موجوده على الستريت لاين. ما هو لو ما هو ده كده ال، ده كده ال المسافه البربنديكولار. لو المسافه البربنديكولار دي بصفر يبقى النقطه دي موجوده فين؟ موجوده هنا، موجوده على الايه؟ موجوده على الستريت لاين.
في مشاكل الكلام ده مفيش اي مشكلة. طب بص خد دي، لو جه بالمنظر ده رسم لك ده او من غير ما يرسم ده وده وادالك النقطة دي والنقطة دي، وليكن النقطة دي عبارة عن 2 و3 والنقطة دي عبارة عن نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3، وراح جاي هنا وراح قايل لك هات اللينث اوف البربنديكولر من النقطة 2 و3 تو الاكس اكسس، يعني هات المسافة دي بكام، وراح جاي وراح قايل لك هات المسافة البربنديكولر من النقطة نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 على الواي اكسس. هعمل ايه؟ مبدئي لو عايز المسافة البربنديكولر من النقطة دي للاكس اكسس باخد الواي كوردينيتس، ما هو طبيعي ما هو ده كده عبارة عن الواي كوردينيتس، ما هنا ب 3 يبقى دي بكام؟ ب 3. بس تيك كير ان انا باخد الابسوليوت بتاع الكوردينيتس بتاعت الايه؟ بتاعت الواي، فهتبقى اللانث اوف البربنديكولر هنا بكام؟ ب 3. طب تعالى هنا عايز اللانث اوف البربنديكولر من النقطه دي للواي اكسس، يبقى هاخد الابسوليوت بتاع الايه؟ بتاع الاكس، يبقى ال ال هنا هتساوي كام؟ هتساوي 2، عشان انا باخد الابسوليوت بتاع الايه؟ بتاع الاكس، يعني بشيل الايه؟ بشيل النيجاتيف، عشان اكيد انت ما عندكش لانث بالنيجاتيف. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ اوكي. اخر درس عندي خالص في المنهج كان بيتكلم عن الجنرال فورم اوف الايكويشن اوف الستريت لاين، ماله بقى؟ قال لك ان الستريت لاين ده اللي انا بجيب له الجنرال فورم بيمر بالبوينت اوف انترسكشن بتاع تو بوينتس وبوينت تاني وبوينت ايه، على فكره هو ده كده اسم الدرس. تمام تمام. فقال لك ان الستريت لاين ده بيمر بنقطتين بالبوينت اوف انترسكشن بتاع تو ستريت لاينز، وليكن ده اسمه L1 ده كده اسمه L2 ونقطة تانية بره، يبقى ادي ده كده الستريت لاين، عشان دي النقطة ادي ده كده الستريت لاين. انا بقى عايز اجيب بقى الجنرال فورم بتاعت الايكويشن بتاعت الستريت لاين ده. حلو جدا. طب بص كده معايا، هدي لك مثال عشان تفتكر الموضوع معايا. هنا بيقول لك فايند الجنرال فورم بتاعت الايكويشن اوف الستريت لاين which passes through the point كذا، يعني هو مدي لك ان النقطة دي عبارة عن 5 و3 and the point of intersection of two straight lines. بص بقى مدي لك الستريت لاين الاولاني، هنا الايكويشن بتاعته عبارة عن 2x plus 3y بتساوي 18، والستريت لاين التاني عبارة عن 5x ناقص 2y ناقص 7 بيساوي الايه؟ بيساوي الزيرو. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكلة. انا علشان اكون الايكويشن اوف الستريت لاين ببقى محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، بوينت وسلوب. طب انا اوكي معايا بوينت، عايز اجيب سلوب، يبقى انا لازم اجيب البوينت اوف انترسكشن بتاعت التو ستريت لاينز دول، عشان كده يصبح معايا تو بوينتس. التو بوينتس دول هستخدم بوينت عشان اكون الايكويشن، والتو بوينتس عشان احسب الايه؟ عشان احسب السلوب. طب هعمل ايه في الموضوع ده؟ حل التو ايكويشنز دول مع بعض سمالتينيس. طب بحلهم ازاي؟ بص كده، انا دلوقتي بجيب ايه؟ بجيب البوينت اوف انترسكشن دي بحيث ان انا يبقى معايا تو بوينتس، يبقى معايا البوينت اللي هي 5 و3 وبوينت تاني. في مشاكل الكلام ده؟ جميل. انا دلوقتي رايح اجيب البوينت اوف انترسكشن، طب هعمل ايه؟ هكتب 2x plus 3y بتساوي 18، وهكتب هنا 5x ناقص 2y بتساوي 7. لازم تكتبها بالفورم دي، ان x وy بتساوي الرقم. في مشاكل الكلام ده؟ وتحلهم مع بعض سمالتينيس. طبعا ما تضيعش وقت، هتمسك الكالكليتر. بص كده، استنى بجيب لك الكالكليتر اهو، اهو الكالكليتر. هفتحها، هدوس مود، هدوس 5 ايكويشن، هدوس 1، هدخل الاي ب 2 والبي ب 3 والسي ب 18، هدخل الاي في الايكويشن الثانيه ب 5 نيجاتيف 2 وادي 7 وادوس ايكوال، هلاقي ان الاكس بتساوي كام؟ 3، والواي بتساوي كام؟ بتساوي 4. يبقى الكوردينيتس بتاعت النقطه الانترسكشن بتوين التو ستريت لاينز عباره عن 3 و4. طب ده انا كده الدنيا بقت زي الفل، انا كده بقى معايا نقطتين على الستريت لاين، يبقى انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اكون الايكويشن، او بمعنى اصح الجنرال فورم بتاعت الايكويشن في الستريت لاين. طيب ركز معايا، انا علشان اجيب الجنرال فورم بتاعت الايكويشن بتاعت الستريت لاين
بجيبها من الكارتيزيان. طب الكارتيزيان كان بيقول لي ايه؟ بعمل واي ماينس اوفر اكس ماينس واساوي الكلام ده بال بالسلوب. طب واي ماينس ايه؟ واي 1. اختار اي حاجه، اختار النقطه دي او النقطه دي. طب انا هختار النقطه دي، هعمل واي ماينس 4 واكس ماينس كام؟ ماينس 3. الكلام ده هساويه بالسلوب. طب تعالى نحسب السلوب، فرق وايات على فرق اكسات. يعني انا هعمل 4 ناقص 3، ادي 4 ناقص 3. طالما بدات بالنقطه دي يبقى كمل، يبقى 4 ناقص 3 فرق وايات، فرق اكسات 3 ناقص 5. ادي 3 ناقص كام؟ ناقص 5. طب 4 ناقص 3 بكام؟ ب 1. 3 ناقص 5 بكام؟ بنيجاتيف 2. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل كروس مالتيبليكيشن. فبمنتهى البساطه ادي كروس مالتيبليكيشن، 1 تايمز اي حاجه بنفسها، بقى عندي اكس ناقص 3 بتساوي نيجاتيف 2 واي مضروبه في بوزيتيف 8. هدخل دي بعكس الاشاره ودي بعكس الاشاره عشان اتبقى لي هنا في الرايت هاند سايد 0. فيبقى عندي هنا اكس، بعد كده بكتب الواي، ادي بلس 2 واي. عندك نيجاتيف 3 ناقص 8، نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 11. فدي كده الجنرال فورم بتاعت الايكويشن اوف الستريت لاين. دي كانت اول طريقه، دي كانت اول طريقه، والطريقتين لازم تعرفهم وهقول لك ليه دلوقتي. دي كده اول طريقه. الطريقه الثانيه كان بيقول لك ايه بقى؟ الطريقه الثانيه ان انا بكتب التو ايكويشنز دول تاني. يعني ايه؟ بص كده، بكتب الايكويشن الاولانيه بس لازم ادخل دي، بكتبها كجنرال فورم. بكتب هنا 2x بلس 3y ناقص 18. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب بعد كده بعمل ايه؟ بتعمل لي بلس k. بلس ايه؟ k. وكده انت هتروح تجيبه دلوقتي، بس اهدى شويه. طب الk ده بقى ماله؟ قال لك مضروب فيه الجنرال فورم بتاعت الايكويشن الثانيه، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن 5x ناقص 2y ناقص السبعة. في مشاكل؟ يبقى بتكتب الجنرال فورم هنا بلس الk مضروبه في الجنرال فورم هنا. طب بعد كده بروح اعمل ايه؟ بتروح تجيب لي الk بكام؟ طب هجيب الk ازاي وانا معايا مش معايا ولا الاكس ولا الواي؟ قال لك ان انت بتاخد النقطه الجيفن اللي هي 5 و3 دي تعوض بيها في الايكويشن هنا. فانا عندي هنا هعمل ايه؟ هعمل 2 في كام؟ في 5 بلس 3 في كام؟ في 3. الكلام ده ناقص 18، ادي بلس، ادي الكي مضروبه في 5 في 5 ناقص 2، الواي عندك بكام؟ ب 3 ناقص السبعة. طبعا الكلام هنا طبعا بيساوي الزيرو، وهنا برضو الكلام هنا بيساوي الايه؟ بيساوي الزيرو. طيب احسب كده بقى، عندك 10 9 19 ناقص 18 1 بلس الكي مضروبه في 25 ناقص ال 6 19، 19 ناقص البتاع 12، يبقى بوزيتيف 18. بوزيتيف 18. انتوا ملاحظين ان هي كل ريفيجن لازم تعمل معانا كده؟ شفت؟ الكلام ده كله ب 18، فده مضروب في الكي، يبقى هنا بلس كام؟ 18 كي. الكلام ده بيساوي الايه؟ بيساوي الزيرو. مظبوط كده يا اولاد؟ مظبوط. هودي دي بعكس الاشاره بالنيجاتيف، فيبقى عندك 18 كي بتساوي نيجاتيف 1 ايه؟ 12. ايوه صح 12. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. هودي دي تايمز ديفايدد، فهتبقى الكي عندك بنيجاتيف 1 على ال 12. في مشاكل الكلام ده؟ الطريقه دي مهمه ان انت تعرفها عشان ممكن يديلك الكلام ده كله، وبدل ما يقول لك فايند الجنرال فورم اوف الايكويشن يجي يقول لك فايند الكي. فانت لازم تعرف الطريقه دي، ما تقوليش دي سهله فخلاص هعملها، لازم تعرف دي عشان تعرف تجيب له الايه؟ الكي. لو غير كده تقدر تعمل اللي انت عايزه. طيب بعد كده بعمل ايه؟ باخد، مش انا كنت كاتبها هنا بدلاله الكي، هتشيل الكي وتحط القيمه بتاعتها. يعني هتكتب لي هنا 2x بلس 3y
ناقص 18 هتشيل الكي وتحط نيجاتيف 1 على ال 12. النيجاتيف 1 على ال 12 دي مضروبه في 5 اكس ناقص 2 واي ناقص 7 وبساوي الكلام ده كله بالايه؟ بالزيرو. فيبقى عندك 2 اكس بلس 3 واي ناقص 18 هضرب دي في دي فيبقى عندك نيجاتيف 5 على 12 اكس هضرب دي في دي فيبقى عندك عندك نيجاتيف 1 على 6 بوزيتيف 1 على 6 واي وعندك ده في ده بوزيتيف 7 على 12 الكلام ده كله بيساوي الايه؟ بيساوي الصفر. طبعا لو ضربت الكلام ده كله في كام؟ في 12 فيبقى عندك هنا 4 انا هنا هضرب كله في 12 انت لازم تعمل سمبليفاي مساله خرا فاهمني ما اعمل لك ايه يعني ما انت لازم تعمل كده نفس اللي انا بعمله لازم تعمله لو هتحل بالطريقه دي بس لازم تعرف الطريقه دي طب ليه لازم عشان ممكن يجي يطلب منك الكي غير كده حل باللذيذه دي بص خلصت في ثانيتين طيب 12 هضربها في 2 اكس هتبقى 24 اكس 12 36 واي 12 في 18 ناقص 216 النيجاتيف 5 اكس بلس 2 واي بلس 7 الكلام ده بيساوي الايه؟ بيساوي الزيرو اجمع هيبقى عندك 24 ناقص 5 اكس هتبقى 19 اكس عندك الوايات فين؟ عندك ادي هنا 2 واي دي المفروض 36 واي 36 واي بلس 2 واي 38 واي عندك نيجاتيف ده والنيجاتيف ده نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 209 الكلام ده بيساوي الايه؟ بيساوي الزيرو هتيجي تقول لي ايه ده؟ ما هو ده مش هو هو ده ما انا عايز اقول لك على حاجه ما انت لو قسمت بص بقى لو قسمت على 19 هتلاقي ان الكلام ده عباره عن ايه طبعا مش هكتبه تاني هيبقى عباره عن ده في مشاكل يا جماعه الكلام ده جميل يلا بينا يا جماعه ندخل بقى في السكشن بتاع الديفيجن اوف اللاين سيجمنت ان انت لو عندك لاين سيجمنت اقدر ان انا اعمل ديفيجن لللاين سيجمنت ده انترنالي يعني اعمل له ديفيجن بنقطه من جوه او ان انا اعمل له ديفيجن اكسترنالي يعني اعمل له ديفيجن بنقطه من بره بيبقى الهدف من الدرس ده كله ان انت تجيب له البوينت اوف ديفيجن يعني بص كده معايا تعالى في اول حاله هنا بيقول لك انا بعمل ديفيجن لللاين سيجمنت ده انترنالي يعني النقطه اللي هتعمل لي ديفيجن لللاين سيجمنت هتبقى جوه اللاين سيجمنت يعني مثلا ادي نقطه سي فنقطة C دي عملت لي division لل AB internally with the ratio M1 to M2 M1 to A to M2 فبيبقى طالب مني ان انا اجيب الكوردينيتس بتاعت نقطة C اللي هي النقطة اللي بتعمل لي division internally طب كنت بجيب السي دي ازاي؟ كنت بقول لك ان السي دي بتساوي M1 طبعا السي دي بتساوي x وy فبتساوي m1 x2 plus m2 x1 over m1 plus m2 شكرا كده انا جبت الايه؟ جبت الx coordinates يبقى بعمل m1 في x2 plus m2 في x1 على m1 plus m2 طب عايز اجيب الy coordinates نفس اللي انا عملته بس هعمله مع الy هعمل M1 Y2 plus M2 Y1 على M1 plus الM إيه؟ الM2 كنت بقول لك إن أنا في الانترن اللي بعمل إيه؟ بعمل بلس بعمل إيه؟ بعمل بلس إنما أنا في الاكسترنال يبقى النقطة اللي بتعمل لي ديفيجن دي هتبقى بره اللاين سيجمنت AB يبقى هي دي النقطة بتاعتي اللي هي C عملت لي ديفيجن إيه؟ externally with the ratio m1 من اول نقطه على اللاين سيجمنت للنقطه اللي بتعمل لي ديفيجن ده كده الام1 النقطه الثانيه على اللاين سيجمنت للنقطه اللي بتعمل لي ديفيجن دي الام ايه الام2
في مشاكل الكلام ده مفيش اي مشكله. طب عايز اجيب بقى الكوردينيتس بتاعت نقطه سي دي، كنت بعمل ايه؟ كنت بقول لك ان سي بتساوي افتح هات لي الاكس، هعمل ام1 برضو اكس2 ماينس ام2 اكس1، الكلام ده اوفر ام1 ماينس الام2 بنفس اللي انا كنت بعمله هنا بس باختلاف الايه الاشارات، هنا بوزيتيف هنا ايه هنا نيجاتيف. طب عشان اجيب الواي هعمل ام1 واي2 ماينس ام2 واي1، الكلام ده اوفر ام1 ماينس الام ايه الام2. شكرا كده انت جبت البوينت اوف ايه اوف ديفيجن. طبعا بيلعب زي ما يلعب في المسائل دي، بس انت لازم تبقى عارف انا بحط الريشيو ازاي. الام1 دي من اول نقطه اللي على اللاين سيجمنت، يعني مثلا لو اللاين سيجمنت ده اسمه اي بي زي هنا، يبقى الام1 دي بتتحط من الاي للسي، الام2 دي من البي للايه للسي. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب كان عندي نوت جميله جدا، ايه هي النوت دي؟ قال لك لو انت عندك لاين سيجمنت بالمنظر ده كده اسمه ايه بي، وعندك سي دي ميد بوينت، يعني انت عندك الحته دي بتساوي الحته دي، عايز اجيب الميد بوينت دي كنت بعمل ايه؟ قال لك لو عندك الاي الكوردينيتس بتاعتها اكس1 واي1 والبي اكس2 واي2، طب عايز اجيب بقى الميد بوينت دي بتساوي كام؟ فبمنتهى البساطه هتبقى عباره عن اكس1 بلس اكس2 على الاثنين، بتجمع الاكسات وتقسمهم على الاثنين، كده انت جبت الاكس كوردينيتس بتاعت الميد بوينت. طب عايز اجيب الواي كوردينيتس، بعمل واي1 بلس واي2 على الاثنين، يبقى انا كده جبت الايه؟ الواي كوردينيتس. هل في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. النوت الثانيه قال لك لو انت عندك ترينجل اسمه اي بي سي بالمنظر ده كده، وقال لك ان نقطه ام از ذا بوينت اوف انترسكشن اوف اول ذا ميديانز او السنترويد، يعني نقطه التقاء كل الميديانز. كلمه ميديان ان انا برسمه كده بتبقى الحته دي قد الحته دي، ممكن ارسم لك ميديان تاني بالمنظر ده. خيه ميديان تاني بالمنظر ده وميديان تالت بالمنظر ده، فكلهم بيمروا بايه؟ بنفس النقطه. فالنقطه دي اسمها البوينت اوف انترسكشن اوف اول ذا ميديانز، ولازم تبقى انت عارف ان الميديان ده سوري البوينت اوف انترسكشن بتاعت اول ذا ميديانز بتديفايدز الميديان وذ ذا ريشيو 2:1 فروم ذا فيرتكس او 1:2 فروم ذا بيس. صح ولا مش صح؟ صح. قال لك لو انت معاك الفيرتسيز بتاعت الترينجل، يعني معاك الاي الكوردينيتس بتاعتها، البي الكوردينيتس بتاعتها، السي الكوردينيتس بتاعتها، اقدر اجيب البوينت اوف انترسكشن بمنتهى البساطه اللي هي الام دي. طب بعمل ايه؟ قال لك ان انت بتجمع الاكسات كلها، يعني بتعمل لك اكس1 بلس اكس2 بلس اكس3 وتقسم على 3، يعني بتجمع الاكس بتاعت ده والاكس بتاعت ده والاكس بتاعت ده واقسم على 3. طب الواي نفس الموضوع، واي1 بلس واي2 بلس واي3 على كام؟ على 3. كده انا قدرت ان انا اجيب الايه؟ البوينت اوف انترسكشن اوف اول ذا ميديانز. يلا بينا يا جماعه بقى ندخل في موضوع الايه؟ الفيكتورز. صلوا على النبي. قال لك يعني ايه فيكتور؟ مبدئيا انت عندك الكوانتيتيز عباره عن سكيلر وفيكتور. سكيلر ده بيهتم بدراسه الماجنتيود بس، انما الفيكتورز ده ماجنتيود وايه؟ ودايركشن. طب انا بقى بقول لك يعني ايه فيكتور؟ قال لك ان فيكتور ده يعني دايركتد سيجمنت. يعني ايه؟ دايركتد سيجمنت. ليه ستارتنج بوينت وليه ايه؟ فاينل بوينت. او اندنج بوينت. ليه ستارتنج وايه؟ واندنج بوينت. طب بص كده معايا. لو انا رسمت لك حاجه بالمنظر ده كده ورسمت لك ايه؟ الاي دي مثلا عباره عن اكس وواي. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب وبعدين؟ إيه؟ جيت رحت راسم لك ده بالمنظر ده كده. ايه ده؟ ده دايركتد سيجمنت. من فين لفين؟ من الاوريجن رايح لنقطة اي. يبقى ده اسمه فيكتور اي. اسمه فيكتور اي؟ فيكتور اي. الانيشال بوينت بتاعته هي الاوريجن والاندنج بوينت بتاعته هي نقطة اي. طيب عايز اكتب الفيكتور ده. بكتب الفيكتور ده ازاي؟ قال لك ان انا بكتبه بالمنظر ده كده، عبارة عن اكس وواي. الكوردينيتس بتاعت نقطة اي. يبقى لو الفيكتور بتاعك ايه بس مكتوبه كده،
تعرف على طول ان الستارتنج بوينت بتاعتها هي الاوريجن والاندنج بوينت بتاعتها هي الايه، هي الايه، الدايركشن بتاعها من الاوريجن للايه، ده اسمه الفيكتور. وكده انا كتبت الفيكتور بالكارتيزيان فورم، بالايه، بالكارتيزيان فورم. طب حلو الكلام ده. على فكره انا ممكن اكتبها لك كده او ممكن اكتبها لك كده، بس انا عارف ان الفيكتور ساعه ما بيبقى حرفين بالمنظر ده، فانا بعمل فاينل ماينس انيشال، يعني بعمل ايه فيكتور ماينس او فيكتور. ما كلمه او فيكتور دي يعني زيرو فيكتور، فطبعا اي حاجه ماينس الزيرو بايه، بنفسها. في مشاكل؟ يبقى ده هو هو ده، بس انا ما بقتش بكتب ده، بكتب ده على طول. في مشاكل الكلام ده؟ جميل جدا. طب بص كده معايا، لو رسمت لك حاجه بالمنظر ده كده مثلا، وقلت لك ان انا عندي ده اسمه A وده اسمه B، دي عبارة عن X1 Y1 ودي عبارة عن X2 Y2، قلت لك ان انت عندك فيكتور اللي starting point بتاعته هي نقطة A والending point بتاعته هي نقطة B، يبقى الفيكتور ده اسمه ايه؟ اسمه AB فيكتور، الانيشيال A والفاينل B. جميل جدا. ال AB فيكتور ده بيساوي ايه؟ يعني انا هنا X1 Y1، هنا X2 Y2، هنا كان X و Y، يبقى على طول الفيكتور بالكارتيزيان فورم عبارة عن الكوردينيتس بتاعت ال A. طب هنا الكارتيزيان فورم هجيبها ازاي؟ قال لك ان ال AB ده كده، ال AB فيكتور عبارة عن final minus initial، يعني B فيكتور minus A فيكتور. يعني الـ AB فيكتور عبارة عن الـ B فيكتور اللي هي عبارة عن X و2 X2 Y2 ناقص X1 Y1. يعني انت عندك الـ AB فيكتور دي عبارة عن X2 ناقص X1، ده كده الـ X، والـ Y2 minus الـ Y1، ده كده الـ Y. في مشاكل الكلام ده؟ جميل جدا. ده كده أول حاجة كنت حابب ان انا اتكلم فيها. تاني حاجة راح جاي راح يقول لي ان اي فيكتور، وليكن مثلا عندي فيكتور اسمه ايه، فيكتور الكارتيزيان فورم بتاعته عباره عن اكس وواي، قال لك ان هو بيبقى ليه ماجنيتيود. هو ده مش الماجنيتيود، هي دي اللي انا بعبر بيها عن الفيكتور. حتى الفورم دي انا قلت لك ان هي اسمها ايه، اسمها كارتيزيان فورم، اسمها كارتيزيان ايه، كارتيزيان فورم. قال لك ان اي فيكتور بيبقى ليه ماجنيتيود، بيبقى ليه ايه، ماجنيتيود. طب بجيب الماجنيتيود ازاي؟ قال لك ان الماجنيتيود بتاع فيكتور A عباره عن سكوير روت اوف x باور 2 بلس y باور 2. يبقى الماجنيتيود او النورم، كلمه نورم يعني الماجنيتيود، النورم بتاع الفيكتور عباره عن سكوير روت اوف x باور 2 بلس y باور 2. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. جميل جامد. جاو راح قايل لك ان اي فيكتور اقدر اكتبه او اعبر عنه بثلاث حاجات. قال لك كارتيزيان فورم، بولر فورم، وفاندمنتال اقدر اكتبه بايه؟ بثلاثه فورمز. اول حاجه الكارتيزيان انا عارفها، ان هو بيكتب لي الفيكتور، وليكن مثلا انا عندي فيكتور، فيكتور اسمه ايه؟ بكتبه ازاي؟ اكس وواي كوردينيتس. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب البولر فورم ده انا بكتب الفيكتور، على فكره انا الفيكتور الواحد ممكن اكتبه بالثلاث صور دول، يعني انا هكتب لك هنا ايه برضه. يعني الاي فيكتور بكتبه ازاي بقى؟ قال لك ان في البولر فورم بتعمل لي تو براكتس بالمنظر ده. اول حاجه بكتب فيها النورم اللي هو الماجنيتيود بتاع فيكتور A، والثانيه بكتب فيها السيتا. ثاني حاجه بكتب فيها الايه؟ السيتا. السيتا دي الانجل اللي بيعملها الفيكتور مع البوزيتيف دايركشن اوف الاكس اكسس. يبقى دي ده كده النورم بتاع الفيكتور اللي انا عرفت ان انا بعمله سكوير روت اوف اكس باور 2 بلس واي باور 2. طب ايه السيتا؟ قال لك ان السيتا دي هي الانجل اللي بيعملها الفيكتور مع البوزيتيف دايركشن اوف الاكس اكس. جميل. انا كل ده بتعرف على الصور، هقول لك بعد كده نجيب الحاجات دي كلها ازاي. الفاندمنتال فورم، قال لك ان الفاندمنتال فورم دي بكتب الفيكتور بدلاله الاي والجي.
ايه الاي والجي؟ قال لك ان دول يونت فيكتورز، بس الاي ده يونت فيكتور في اتجاه الاكس، والجي ده يونت فيكتور في اتجاه الواي. فكك من كل ده، بالبلدي كده في الفاندمنتال فورم انا عندي اي وجي، الاي ده خطوه في الاكس، الجي ده خطوه في الواي. يعني انا لو عايز اكتب فيكتور اي ده من الكارتيزيان فورم، هاخد الاكس كوردينيتس ادي اكس، والزق جنبها ايه؟ اي فيكتور بلس واي اللي هي الواي دي، والزق جنبها ايه؟ جي فيكتور. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ يبقى دول كده الثلاث صور بتوعي ان انا اقدر اكتب بيهم الفيكتور بتاعي. في مشاكل الكلام ده؟ جميل. تعالى نبدا بالبولر. مبدئيا انا اقدر احول من اي فورم للفورم الثانيه. يعني انا مثلا لو معايا كارتيزيان، لو معايا ايه؟ كارتيزيان، وعايز احول لبولر، هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه، انا الشكل بتاع البولر بيبقى عباره عن ان انا بجيب النور وبجيب السيتا. طب بجيب النورم ازاي من القانون؟ ان النورم ده سكوير روت اوف اكس باور 2 بلس واي باور 2. طب السيتا دي هجيبها ازاي؟ قال لك ان السيتا، هو انت مش عندك تان السيتا بتساوي واي على الاكس؟ بتساوي واي على الاكس، واي على الاكس. طب ما انا لو عملت شيفت تان واي على الاكس اللي هي الواي دي على الاكس دي، جبت الايه؟ جبت الانجل. يبقى السيتا دي بتساوي شيفت تان واي على الاكس، شفت تان واي على الاكس. في مشاكل الكلام ده؟ كده انا قدرت احول من كارتيزيان لايه؟ لبولر. وخد بالك، عايز اقول لك على حاجه لذيذه جدا، انت ممكن تحول من كارتيزيان لبولر بالكالكوليتر في ثانيه الا ثانيه. طب ازاي؟ يعني مثلا، مثلا لو انت عندك فيكتور اسمه ايه؟ عباره عن مثلا واحد واثنين، واحد وايه؟ واثنين، بتدوس شيفت وبعد كده تدوس بلس، هيكتب لك بي او ال، اختصار كلمه بولر. اكتب كده هنا 1 ادي 1، وتدوس شيفت براكت، عملت الكوما، دوست 2 قفلت البراكت، هيجيب لك البولر فورم. كاتب لك ان الار ب 2 بوينت شويه حاجات. هو ايه الار ده؟ الار دي قيمه النور، الار دي قيمه الايه؟ النور. لو جيت كده شويه هتلاقي ان السيتا بتساوي 63.4 مش عارف ايه، يبقى دي قيمه الايه؟ السيتا. يبقى انا قدرت ان انا احول من كارتيزيان لبولر في ثانيه الا ثانيه. طب لو من فاندمنتال لبولر، طب ما انا عارف ان الرقم اللي جنب الاي ده الاكس، ده الاكس، والرقم اللي جنب الجي هو الايه؟ هو الواي. فبرضه اروح معوض بيه هنا، والموضوع ايه؟ الموضوع انتهى. طيب لو العكس، يعني ايه لو العكس؟ يعني انا لو معايا البولر فورم وعايز احول لكارتيزيان فورم، هعمل ايه؟ هو انا في الكارتيزيان ببقى محتاج ايه وايه؟ محتاج اكس ومحتاج واي. طيب عشان تجيب الاكس عندك قانون، وعشان تجيب الواي اللي عندك ايه برضو؟ قانون. قال لك ان الاكس دي بتساوي النور كوزين السيتا، وعندك ان الواي دي بتساوي النور بتاع فيكتور ايه ساين الايه؟ ساين السيتا. طب ما انت اوريدي هيبقى معاك النور ومعاك السيتا، فهتقدر تجيب الاكس وتجيب الايه؟ تجيب الواي. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. بيقول لك لو انا معايا 2 فيكتورز اقدر اعمل لهم ادنج او سبتراكتنج؟ اه طبعا اقدر اعمل ادنج او سبتراكتنج. لو انا عندي فيكتور اسمه ايه عباره عن اكس 1 واي 1 كارتيزيان 4، والبي عباره عن اكس 2 واي 2، عايز اعمل الاي بلس البي او الاي فيكتور ماينس البي فيكتور. بمنتهى البساطه هعمل الاكسات بلس او ماينس بعض، هعمل الوايات بلس او ماينس بعض. يبقى بمنتهى البساطه الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي اكس 1 بوزيتيف اور نيجاتيف اكس 2. يا جماعه عشان مش انا بعمل كده عشان بس ما اكتبش كتير، دي معناها ايه بوزيتيف اور نيجاتيف؟ ده مش سكوير حياه امك، افهم. ده معناه ان انا بعمل بلس او ماينس، تمام كده انا جبت الاكس. الواي يبقى واي 1 بلس الواي 2 او ماينس الايه؟ الواي 2. في مشاكل الكلام ده؟ اظن الموضوع تافه وما فيهوش اي حاجه. الايكواليتي بتوين الفيكتورز، يعني انا لو معايا فيكتور اسمه ايه وفيكتور تاني اسمه بي، وقال لك ان الفيكتور ده بيساوي الفيكتور ده، حضرتك هتستنتج ايه؟ هتستنتج ان الاكس 1 بيساوي الاكس 2، ادي الاكس 1 بيساوي الاكس 2، وهتستنتج ايه تاني؟ ان الواي 1 بيساوي الواي 2، ان الواي 1 بيساوي الايه؟ الواي 2. كلام شارح نفسه من غير ما اتكلم. طيب قال لك لو انت عندك فيكتور اسمه ايه عباره عن اكس 1 واي 1، وفيكتور تاني اسمه بي عباره عن اكس 2 واي 2. قال لك التو فيكتورز دول بارلل اف،
طب ايه في ايه؟ قال لك ان التو فيكتورز دول بارلل لو انت عندك الواي 1 اوفر الاكس 1 بتساوي الواي 2 اوفر الاكس 2. يعني بالبلدي، ما هو بص هو السلوب يعني ايه؟ يعني تاني سيتا. طب هو تاني سيتا يعني ايه؟ يعني واي على الاكس. يعني لو من هنا السلوب بيساوي السلوب، وده طبعا امر منطقي، فهيبقوا الاثنين مالهم بارلل. يبقى انت لو عندك الواي 1 اوفر الاكس 1 بتساوي الواي 2 على الاكس 2، هتستنتج من كده ان الايه التو فيكتورز دول بارلل. طيب لكن لو انت لقيت ان الواي 1 اوفر الاكس 1 تايمز الواي 2 اوفر الاكس 2 بيساوي نيجاتيف 1، يعني بالبلدي البرودكت بين السلوبس بنيجاتيف 1، يبقى انت هتستنتج ان التو فيكتورز دول مالهم بيربنديكولار. اظن الموضوع ما فيهوش اي حاجه.